السلام عليكم ورحمة الله، طلبتي الأعزاء في قسم علوم الحياة. اليوم نتعرف على مجموعة جديدة من الدوال الرياضية الموجودة في إكسل. لو نبوع على هذا المربع، الخلايا اللي بيه واضحة محددة. بكل بساطة نقدر نسوي هذا الشيء من بوردرز. إذا كانت نو بوردر، شوفها بدون حدود واضحة. الخلايا صح، كل خلية لها عنوان، مثلا هاي D3، لكن غير واضحة حدودها. بكل بساطة نسوي select ونروح على borders ونختار all borders. هسه صارت واضحة الخلايا مقسمة بشكل واضح. اكو عندنا دالة تولد لنا ارقام عشوائية. هاي الدالة مفيدة لتجربة الارقام وتجربة بعض الدوال، وفي الرياضيات بصورة عامة نحتاج أن تكون عندنا إمكانية لتوليد أرقام عشوائية. هاي الدالة اسمها راند بتوين. نكتب الدالة، أصلا هو حافظها راند بتوين. أفتح قوس، أريد الأعداد اللي تولدها هاي الدالة بالنسبة لي حاليا تكون من مرتبتين. فمثلا أريدها من رقم 10 إلى 99. أعلى رقم 99 وأقل رقم هو 10. حضغط Enter، طلع عندي رقم 50. إذا دبل كليك عليها أضغط Enter، طلع لي رقم 13. وهكذا كل ما أضغط عليها دبل كليك وأنطي Enter يظهر لي رقم عشوائي محصور بين 10 و 99. إذا أريد أخلي هاي الخلايا البقية أيضا تأخذ نفس الصفة، كل هذا المربع الآن مختار يأخذ نفس الصفة، وبعدين أحافظ على هاي اللون. مبدئيا اخلي الماوس اتاكد انه صار لونه اسود البلس، واسحب على اليمين. هاي خاصيه الاوتوفيل، طبقت هاي الخاصيه على الكل. هسه لما اجي اغير اي واحده من عندهم دبل كليك انتر كلهن تغيرن. هسه اريد نطبق هاي على باقي المربع مالتنا كله. سويت له سيلكت واجي للجانب هذا واختار يكون الزائد اسود وأسحب على الأسفل، راح يطبق الخاصية على الجميع. أريد هذا يكون لونه أبيض، أروح على الفل، مو فل التكس ولا فل الفور كلر. وهنا أيضا انتبه، نعتبر أنه اللون الأبيض هو فت خاصية معينة، فت صفة معينة ميزناها باللون الأبيض. عندنا عينات، والعينات بها مجموعة من الصفات. اللون الأبيض خلينا نفترض أنه هو فد صفة معينة. لو نحتاج أن نسوي لكل هاي الخلايا الأفرج. الأفرج هو شنو؟ هو المعدل. المعدل هو مجموع الخلايا على عددها. بكل بساطة نقدر يساوي ونكتب أفرج، افتح قوس، ونختار الخلايا اللي نريد نحسب إلها الأفرج. اختاريناها كلها من البي 2 إلى الآي 9. سد القوس، نطي انتر، ظهر لي الأفرج. هذا الرقم كسري. بإمكان أن نستعمل دالة جديدة هي دالة الراوند. دالة الراوند تقرب الرقم، ثم ماخذين بالرياضيات 4.5 يختلف عن 4.4. 4.5 يزيد واحد، 4.4 يبقي نفسه 4. فهسه نكتب round، نفتح قوس، نريد الراوند المن، ما يحتاج كلها، يعني فقط الناتج الموجود هنا أريد أسوي له round. أختار الخلية اللي بها الناتج اللي هي E11، لكن ما أنسى أحط فارزة ورقم، كم رقم بعد الفارزة أريد. أنا ما أريد أولى رقم صفر. إذا أريد رقمين سد القوس إنتر. حاليا تغيرت كل الأرقام، 55.3 بقت 55، بس وراها أريد فارستين 3.1 مثل ما تشوفون. إذا كنت أريد بعد الفارزة ماكو أي شيء، فما يكون بدل أن يكون 2 يكون 0، نطي إنتر. هنا نشوفه 56.6 تصير 57. لو نجي ننطي مرة ثانية
أرقام جديدة عشوائية، 69.0 تبقى 69. هذا كنت أتكلم عن أنه التقريب إذا كان بعد الفريضة أقل من 5 يبقى الرقم نفسه. عندنا النظام الليلي اشتغل زين. آخر شيء أريد نشوفكم خاصية الكاونت اللي تعد. نكتب مثلا أريد نعد فقط الخلايا اللي بيها صفة معينة، اللي هي مثلا هاي اللون الأبيض صفة معينة، خلينا نفترض في عينة، هاي العينة بيها صفة معينة، الصفة هاي هي الأبيض، أو مو يكون بالضرورة لون، احنا مجرد خصصنا لون لصفة معينة. نكتب يساوي ونكتب اسم الدالة count ونفتح قوس. أريد دني الخلايا، بعدين أريد جوها أيضا، فأحط فارزة فارزة. نعم تلاحظون أكون نقطتين بس وراها فارزة، وأخذ مو من نفس السطر، السطر اللي بعده 4، وأنزل لي جوا أسدق قوس، سأنطي إنتر. قال لي أذني 13 خلية. إذا أريد أكمل هاي وذني البقية اللون الأبيض، شو أسوي؟ أقول زائد وأكرر اسم الدالة count وأفتح قوس. هالمرة أختار هاي، ما أنسى الفارزة حتى أنزل لي جوا، أبدي بالبعدها، بعدين أسد القوس. هسه زائد عندنا هاي بعد المربع الأخير الأبيض، أيضا نكتب count أفتح قوس ونختار هذني ببساطة كلهن، نختارهن وأنزل القوس. إذا ضغطنا إنتر راح يطلع لي مجموع الخلايا اللي صفة اللون الأبيض بهاي بهذا المربع. شكرا جزيلا لإصغائكم، إن شاء الله نكمل على هذا الجدول وعلى دوال أخرى بالمحاضرة التالية. تحياتي للجميع، كان معكم سيف بشير.